الأخ مسعود من ليبيا طلب منكم توجيه نصيحة إلى الاقتتال الحاصل بين الشباب المسلم هناك في ليبيا والاضطراب الموجود الآن. سبق لي أن يعني تحدثت عن هذا المنهج من الأسئلة، وأنا أرى دائما أن أي مشكلة في البلد من بلدان العالم الإسلامي لا ينبغي نقلها خارج هذا القطر. يعني في ليبيا فيها علماؤها وصلحاؤها، وفيها منهم ظنة الولاية والحكمة والعقل ما يعني يلجأ إليهم السائل، لكن لا شك أن البعد عن الفتن، يعني إدخال الإنسان نفسه في الفتن، هذا من قلة التوفيق، وقد يكون من عقوبة الله تبارك وتعالى لبعض الخلق أن يدخله في الفتن. ولذلك أنا أنصح الإنسان أن لا ينظر إلى كبير ولا إلى صغير، لا إلى والد ولا ولد، ولا إلى صاحب ولا صاحبة، ولا يلتفت إلى أحد في مسائل الفتن، ولا يسمع كأنه أصم أعمى أو يعني أبكم، لا يدخل في الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلا يدخل الإنسان نفسه في أمور لا يستفيد منها ولا تستفيد الأمة منها شيئا، ولو يعني كان في قطر من أقطار العالم الإسلامي شيء، فالذي ينبغي من أهل العلم والصالحين أن يبدأوا بالتكتل والتجمع، حتى يعني بحكمتهم إن شاء الله وتوفيق الله عز وجل لهم قبل ذلك يدرؤوا مثل هذه الفتن.